ليش جاي لهون؟ شلونك حبيبتي لميس؟ فكرت بالموضوع ولقيت انك انت على حق. يعني؟ خلينا نفوت نحكي جوا ولا مانك فاضية؟ تعال. أنا عم بسمعك، هات لشوف. لميس عن جد أنت معك حق، يعني مشان وصاية الأولاد أنا قررت إنك تاخديها مني. خلص ما رح أعترض على هالشي. عن جد؟ كان معك حق، أنا ولا يوم تصرفت مثل أب حقيقي بهذا البيت. لشو المكابرة؟ وكل أولادي تبهدلوا بسببي، وانت شوفي حالتك وقديش كبرت همومك وانت بأول عمرك. انت عن جد عم تحكي؟ ايه جد يا بنتي. طول الليل عيوني ما دقت طعم النوم قد ما كنت متضايق ومقهور من حالي. ليش ليعانوا أولادي من وراي كل هالقهر؟ قلت لحالي إذا ما قدرت تدير بالك على أولادك مثل أي أب فما تمنع بنتك لميس تاخد محلك. بعرف إني ما قدرت تكون أب مثل ما بدكن، ومشان هيك قلت لحالي إذا بتخلى عن هالأبوة بعمل معروف معكن على الأقل. شكرا كتير. يلا جازي حالك بسرعة، خلينا نعمل اللازم، ما بدي أخرك ولا نضيع وقت. يلا رح جيب شنطاتي وإجيك بسرعة ومنروح لعند المحامية. ماشي؟ شكرا بابا. ماشي ناطرك، خلينا نخلص من هالشغلة دغري. تضيع الوقت مو لصالحي. عم فكري. شوفي ولا مين انت وشو بدك؟ صباح الخير. لك هذا انت؟ شو جابك لهون خير؟ إذا بتريد تعال شوي، بدي أحكي معك بموضوع. موضوع شو هلا يا محتال؟ ما بيكفي ضحكت على بنتي ولعبت رعالاتها، هلا جاي تضحك علي؟ هلا مين جاب سيرة بنتك يا رجال؟ يلا قوم خلصني، ما معي وقت. خلص روج نيد، روق القصة، ما محرزة، أنا بتفاهم معه، ما تخاف. شو بدك قول؟ عم بسمعك. مو شايفنا عايفين حالنا وراح نموت من الجوع بهالجو الزنطاري؟ ما أنا مشان هيك جاي، إذا بتسمع كلامي ما راح أضل بالشارع. شوف من الآخر، إذا بتعطي وصاية الأولاد للميس تاخده. شو ها؟ مفتاح بيت؟ أي بيت؟ البيت اللي اشتريته أنا بالحارة. عم تمزح؟ بيت المرحوم نعمان؟ أيوة. طيب ها؟ مو هلأ، لحتى تقبل بنقل الوصاية، أوكي؟ إيه طيب، وأنا عم قلك قبلها. يلا نمشي، خلينا نستعجل ونساوي لازم، لأنه كل ما استعجلنا بنقل الوصية بيكون أحسن. إيه ماشي. ونحن الكسبانين. طيب اتفقنا. إيه بس ولحتى يخلص الموضوع، أنا وين بدي أبقى؟ لبين ما يمشي الحال بحجز لك بشي فندق. إيه يلا نمشي. يلا تروح من هنا؟ من هون؟ لا من هون. يلا أنا جاهزة. جاهزة يا بنتي؟ ماشي يلا، كل ما استعجلنا بيكون أحسن لأخواتك، تعرفي أنا اشتقت لهم كتير. أكيد. يلا حبيبتي. يعني ممكن تنجح لميس بهالشغلة وتقدر تاخد وصاية اخواتها؟ ما بعرف يا موجة، عن جد ما بعرف، هالمشاكل ما عم تفارقنا. ان شاء الله اما لموزة رح تحلها. موزة صباح الخير، كيفكم؟ صباح النور. احمد، حكمة مو جاي اليوم على المدرسة؟ مو جاي اليوم، رح يبلش دوام بمدرسة جديدة قريبة من دار الرعاية. عن جد؟ طيب انت شفته وحكيت معه يعني؟ مبارح شفته وما كان مرتاح. لا تزعل، الموضوع رح ينحل عن قريب ورح يرجع للبيت وللمدرسة، امي هيك قالت لي. امك ما عم بتقصر، مشكورة. المشكلة عند ابي. شو المشكلة؟ وجوده بحياتنا لحاله مشكلة، ما ابي وبتعرفي. ايه حبيبة قلبي بنتي الغالية، والله انه هالبنت هي ما في منها،
وأخواتها بيعتبروها أم لألهم بكل معنى الكلمة، ومشان هيك هي أحق حدا بالوصاية على أولادي حضرة المحامية. ما رح يكون عندي مانع أبدا، رح أقبل بكل شيء. ما تهتم، هالحكي رح يفيدنا. هالشي رح يسهل أمورنا، ما هيك؟ هيك رح نسرع الأمور أكيد، بس الوضع لساته ما كتير لصالحك يا لميس. موعد الجلسة تبع الوصاية حددته المحكمة بعد أسبوع. هلأ عم يجمعوا معلومات عنكم، وتقرير مندوبة المؤسسة شفته مبارح، تقرير ما كتير بيطمن للأسف. أنت لازم يكون عندك معطيات أقوى من هيك. يعني صحيح ما في وقت، بس مثلاً ممكن تلاقي شغل أفضل مشان يتأكدوا أنك رح توفري حياة أفضل لأخواتك. معك حق، أنت قد وقدود، ما تخافي إلا ما تحليها. طيب رح حاول جهدي حل الموضوع. وعلى فكرة المحكمة ما بتعترف بقصة الخطوبة لأنها مو رسمية، يعني لازم يكون في كتب كتاب وشهود على هذا الشيء، وهذا الموضوع لازم تلاقي له حل. مفهوم، إن شاء الله رح أقدر حل. يلا بخاطرك. الله معك. شو صار؟ طولتي جوا؟ إن شاء الله ما في مشاكل. أهلين جميل، كيفك؟ الحمد لله بخير لميس. أنت طمنيني، شو صار معك؟ في شي أخبار جديدة؟ عم بتصل لأسألك إذا بقدر ساعد بشي. لا أموري بخير شكرا. أنا بدي روح، بشوفك بعدين. عمحلك جميل، كنت بدي دقلك لأسألك إذا في مجال نلتقى، طبعا إذا كنت فاضي. إيه فاضي، بس شو اللي صار؟ في شي مو منيح؟ لا في شي منيح. ايه عظيم. طيب اذا بدك نلتقي دقيلي تليفون. تمام، يلا بشوفك. بابا. ها؟ بابا شكرا عن جد. شو هالحكي، انا اللي بدي اتشكرك. الله ينور دربك ويوفقك يا روح قلبي. مرحبا. واو، شو هالفندق الكبير هاد، شو هالضوية الحلوة يا عين. وش هدول؟ قديش بيدفعوا فواتير كهرباء؟ ما بعرف، بس اكيد بيدفعوا كتير. امشي. مرحبا، يعطيك العافية. تفضلوا يا اهلا وسهلا. مرحبا، شو اخبارك؟ الحمد لله. انا حجزت غرفة عندكم باسم فكري إليبول. تركها بلا ما تنزعها، مو وقت اللعب. تمام، سامح بيك، الأوضة جاهزة. بس في مجال أخذ هوية ضيفك إذا بتريد؟ وينها؟ أعطيها. ليك معي. تفضل، هاي الهوية. شكرا كتير. أهلين، شرف. أنا بدي أمشي من هون لموعد المحكمة، بتمنى ما تزعج حدا بنوب. كون مطمئن، أنا بس يكون بالي مرتاح ما بزعج حدا أبدا. فكيف إذا كنت مبسوط؟ ما تخاف، روحوا أنت مرتاح. ايه تمام. طيب انا صار لازم روح هلا. سلام. مثل ما وصيتك. ايه ايه، وين غرفتي؟ تفضل ارتاح شوي استاذ، هلا بيجي حدا بوصلك على غرفتك فورا. برافو، بس ما تخليهم يتاخروا، يرضالي عليك. تكرم استاذ. كثير بحبه كان عندك وقت بعد الظهر، بنروح سوا بنتسوق انا وياك. مرحبا. هلو، انا مثلكم نازل بالفندق هاد. قاعدين ليش هيك يعني؟ مرحبا. لميس، انت متأكدة انه بابا فكري هو اللي حكى هيك؟ ايه متأكدة، وراح معي على مكتب المحامية وكان مبسوط ورايق، وكل شوي يمسك لي ايدي. بابا لك ايه، وقال ما رح يعترض على شيء، وانه انا مثل امكم ومن هالحكي. والله. طب يا جماعة، مو مبارح كان عم يقول انه ما رح يقبل، وهدول ولادي وما بعطي الوصاية لحدا؟ ها، شو اللي تغير هلا؟ طبعا
طيب خلونا نقول انه اليوم ضميره صحي ولقى حاله غلطان، ما بيصير يعني؟ والله انا ما عم تركب معي وما عم بتفوت عمخي بنوب. طيب وهلا انتو شو المفروض تعملوا؟ المحاميه قالت لي بعد اسبوع في جلسه بالمحكمه ولازم انا بهالوقت لاقي شغل منيح وبدوام كامل، هالشي رح يفيدنا كتير. اي لميس، بس هالشي مو سهل بنوب، وكل المده اللي عم تحكي عنها اسبوع، مو سهل تلاقي شغل. شو بدي اعمل؟ رح بلش دور من بكره وما ضيع وقت. طيب ابوكي وينه هلا؟ انا ما شفته اليوم بالقهوه. ما بعرف، طلعنا من عند المحاميه وراح فورا. وانا على حد علمي لعند الخاله شيماء ما عم بيروح. خلص يصطفل. اوف بابا هيك عمل. شكور الله. ايه بشكره. والله مليت داخلي كتير. ريسبشن تفضل. يا ابني انا كتير مالي ومو عارف عن شو بدي ساوي. شو عندكم شغلات بالاوتيل للتسلاي؟ عندنا هون بالفندق صالة رياضية مجانية لكل الزباين، موجودة بأول طابق. غير هيك ما بيكفي عم شوف رياضة على التلفزيون، كمان بدي اجي العبها يعني. كمان في حوض سباحة حلو كبير ومسكر. غير هيك ما بعرف اسبح، لأنه شو في كمان؟ في ملاهي إذا بدك. ملاهي شو انت التاني؟ أنا هربان من أولادي الستة ومن ألعابهم. ايه خلص. طيب طيب سكر التليفون، مليت منك كمان. اخ حبيبتي لا تضايقي حالك، كل شي رح ينحل وإن شاء الله الجاية أحسن. المهم يمشي الحال بالجلسة هلا إن شاء الله، وبعدها بيرتاح بالي. خليكي متفائلة. مساء الخير. مساء النور جميل. كيفك لميس؟ تولاي مرتضى كيفكم؟ الحمد لله. الحمد لله جميل، أنت كيفك؟ الحمد لله بخير. شكرا لأنك إجيت. شو رأيك نتمشى ونحكي شوي؟ موافق، يلا تفضلي. ايه يلا منشوفكم بكرة، باي. طيب حبيبتي تصبحوا على خير. يلا معكم. رح ألبس جاكيتي وإجي. طيب. شو غليظ؟ شبكي ليش هيك عم تطلعي بالزلمة؟ عم بتطلع فيه لأني ما حبيته بنوب لهالجميل، بحسه خبيص كتير مع أنه ساعدنا وقت شغلة الفندق. ايه أحياناً له شغلات منيحة. جسمي مكسر. صحيت ولاي؟ هلأ شلون فكري هيك تغير فجأة؟ ليش ما حدا بده يقتنع أنه قلب الأب صحي عنده؟ ليش هيك واحد ممكن يكون عنده قلب؟ ما بعرف والله. رح فوت اتدوش، حاسة بتوتر ومحتاجة استرخي. اي طيب ماشي حبيبي. إذا بدك تعال أنت كمان. هيك قلتك يعني؟ ايه هيك قلتي. طيب ماشي سبقيني وزبطي المي وأنا جاي وراكي. بس اوعك تتأخر علي. روحي أنت دقيقة وجايك. ايه مرتضى انت عملتها ما هيك؟ شو قصدك؟ ما فهمت. قصدي عن فكري مو انت اقنعته والله. انت شو عطيته؟ دفعت له مصاري ليوافق على طلبك؟ ها؟ والله ما دفعت له شيء. حاجتك ولو عليها الحكي اكيد انت السبب، بس بتعرف شو؟ عن جد حلال عليك، والله انك زلمه. الو بدر رد. والله النرويه برافو عليك انك شعلتها. شباب حاولوا ما تلفتوا نظر شوي وراجع لعندكم. ماشي ولا يهمك. والله فرحتيني من قلبي، منيح انه بالاخير قبل وافق. الصراحة فاجأنا بهالشي. لك نضل علينا نستنى قرار المحكمة. صحيح، وبقي مساعدة. أنا جاهز لا تشغلي بالك.
جميل؟ ايه؟ قبل موعد المحكمة لازم نعمل خطبة بشكل رسمي، يعني مشان يكون في شهود ويشهدوا بهالشيء قدام القاضي ليصدق إننا مخطوبين. اوكي، ولا يهمك، هي بسيطة. تمام، أنا حكيت بهالموضوع مع مرتضى وما رح يكون في مصاريف أصلا. حتى لو كان ما في أي مشكلة عادي. بس ما قلتي لي في داعي تجي أمي تطلب إيدك أو هيك شيء؟ لا، مو شرط تجي وتتعذب لأنه ما في لزوم. نحن بيهمنا الجيران يعرفوا مو أكتر. طيب بسيطة، بهالحالة معناتها أنا بخبر أمي وفهمها. ايه بيكون أحسن. جميل، شكرا كتير لوقفتك جميل. قوم بسرعة، في واحدة اسمها موزة ناطرتك برا. مين موزة؟ بالله عامل حالك نسيان اسم حبيبتك؟ لا، هي البنت رفيقتي بس، مفهوم؟ حاجتك ولو، لو ما كانت بتحبك ما اجت تزورك هون وبهيك وقت. المهم دير بالك حدا يشوفكم بلا ما يعملوا لك مشاكل انت بغين عنها. موزة، شو جابك لهون؟ انتي جناتي؟ تعي تعي بلا ما حدا يشوفنا هون. تعي. خير؟ جيت لهون لأخدك معي. كيف؟ تتذكر الفرقة يلي حكيت لك عنهم؟ اليوم عاملين حفلة وأنا جبت بطاقتين إلي وإلك، رح تبدأ بعد ساعة. انتي عن جد عم تحكي؟ ايه، وليش لأمزح؟ معقول ما تقدر تطلع من السكن ولو شي ساعة زمان؟ بس أنا ما بقدر، مضطر أبقى جنب إخواتي. طيب ماشي، بس أكيد بيكونوا راحوا يناموا هلأ. بقدر أجي معك؟ خلاص ماشي، جاي. لكن لروح خبر رفيقي وارجع لك فورا. فيكي تستنيني؟ تمام، ناطرتك هون. يلا ماشي. يلا ماشي. ايه بس كيف بدي ارجع فوت إذا طلعت هلأ؟ إذا ضل الجو هيك بجوز التلج. أنت وأحمد لما كنتوا صغار كنتوا دايما تلعبوا بالتلج، ومرة عملتوا رجل تلج كبير كان منظره كتير حلو، بتتذكري؟ لميس، لميس، وين شردتي؟ آسفة. شكرا كتير جميل. خلاص حاجتك شكريني. يلا تصبح على خير. لاقي الخير. شو انت لساتك كفاية لهلا؟ يا ربي دخيلك، فهموني انتو شو بدكم؟ بدنا نلعبك معنا بس بالظاهر انت ما بدك، وشكلك مرعوب من الخوف. ومن شو بدي خاف اصلا؟ ليش مين انت؟ اتعال ورجيك مين انا بكون. مو ناوي اتقاتل، رح تضلك فوق مثل الدجاجة المرعوبة. بك 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 فكرة الدجاجة المرعوبة. بك 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 بك. أنا الأول، ورجيني مرجلتها. إيه برافو عليك. لك يلا إيه كسر له أسنانه. مين رأى حالك كلها شو لعبة قلبك؟ تعالي تلعب. لك عم تشتغل برافو. شجع معك في شجع معك. مين الشجع؟ مين الشجع؟ أيوة مين الشجع؟ 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 مين الشج
لك انت انفك عم بينزف. هو اللي بلش. روح بسرعة على المستوصف يلا تحرك. فكرت ليش عم تضرب رفقاتك؟ لما وصلتوا هن عم يتحركشوا فيني يا أنسة. إذا حدا بضايقك بتجي لعندي وبتخبرني، مو بتضربه يا فكرت. مرة تانية إذا بتعيد هذا التصرف رح تكون عقوبتك كبيرة. عم تنزف، أكل ضربة على حاجبك. وقف وقف شوي، وقف وقف شوي. يا الله. يلا هلأ روح غسل إيديك ووشك، وبعدها روح على المستوصف، خليوني عقمولك جرحك. ويا ويلكم تتخانقوا مرة تانية، سمعاني؟ عم تفهم حكي؟ شوفي شو بدك؟ حكمت. وينو حكمت؟ حكمت طلع من شوي هو ورفيقته. مع رفيقته؟ ودون ما يعطينا خبر؟ استنى استنى، اوعك تخبر حدا انه اخوك طلع. ايه ما رح خبر حدا. اخر حفله انا حكيت مع سمير وقال لي جميله لك كيف. اهلين موزه، انا منيحه، انت شو اخبارك؟ وانا منيحه. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. انا اسفه ما عرفتكم، حكمت صديقي وحبيبي. ايه تشرفنا، مبسوطه بشوفتك. يلا يا صبايا خلونا نفوت. مرحبا يا شباب. كأنه كمان انتوا جايين تحضروا. كيفك مروه؟ موزه انا اسفه. يلا عن جد انا كتير متحمسه. وانا كمان. وانا ليلاس. ليلاس راحت تطمن على عصمت، اذا بدك استناها. مو محرزه استناها. ألو نعم. ألو مرحبا بدر، الله يوفقك تعال انقذني. أنا كترة.
فكرت؟ شو عم تساوي هون؟ شو في اخواتك صاير لهم شيء؟ طيب وينهم هلا قلي؟ ها؟ حدا منهم صار له شيء؟ كلهم كلهم مناع. لكان انت ليش هون؟ مو لازم تكون بالدار هلا؟ طلع فيني لشوف. فكرت؟ اخي بدر اوف 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 شو في؟ ليش كل هالدموع هدول؟ فكرت؟ طيب مين اللي زعلك؟ قلي شو الموضوع؟ يلا ارفع راسك واحكي معي. اصلا فيكو اللي انا بعرفه ما بيحمي راسه ابدا لو شو ما صار. لا انا اصلا ما عادت هيك. طيب ليش ما عادت هيك؟ لميس حاولت كتير اني اكون ولد ادمي، وانا وعدت اكون هيك دائما، وعدت بطل مشاكل وما اتخانق مع حدا يا بدر، وعدت اني اكون رجال كمان، بس ما وفيت بوعدي لإله وعملت خناقه مع الاولاد يا بدر. ايه معك حق، ما بصير. وهدول الولاد يلي بالمدرسة ما عم يخلوني أوفي بوعدي للميس. إذا بدي ضل بهالمدرسة بدي أتضارب أنا وياهن، وتضاربنا أصلاً، بس هن اللي بلشوا الخناقة. يعني جبروك تضربهم؟ أنا ما بدي يكون الولد الأزعر يلي بيعمل مشاكل. حاجتك يا حبيبي، أنت طالما تغيرت ما عاد ترجع مثل قبل صدقني، بس هن اللي أجبروك. ولهيك ما تلوم حالك، كل واحد فينا ممكن يضطر انه يساوي مثلك. لشو عم تلوم حالك؟ ما قلت شي للميس ولا لحدا من اخواتي مشان ما يزعلوا مني، وما خطر لي احكي غير معك. بدر انت رجال غني كتير، بترجاك تساعدنا وتوقف معنا وطالعنا من هالحالة، بترجاك تساعد لميس، بترجاك تساعدنا لتقدر ترجعنا على بيتنا. خلص فيكو حبيبي، لا عاد تبكي. خلص انت بدر. شو عم قلك روق؟ اسمع شو بدي قلك. انت لا تشغل بالك، لا تاكل هم، اختك ما رح تتركك انت واخواتك ورح ترجعكن على البيت، طمنوا انا كمان رح ساعدكن. اتفقنا؟ تطلع فيني لقلك. يلا فكرت، هذا وعد رجال، اتفقنا؟ ايه؟ امشي يلا، يلا فكرت الجو بارد، امشي لقلك يلا. لا عاد تشلح طاقيتك، الجو بارد. يلا. أول مرة بشوفك هيك مبسوطة. ما بعرف، بس جو الحفلة كان بيطير العقل، عن جد جنان. والله فعلا كتير حلو. أنا ما كتير بالعادة بروح على حفلات مثلك، بس هي أحلى مرة، والله كتير فرحت. لمين حضرت حفلات قبل هلا؟ ما قلتي لي. ولا حدا. كيف يعني؟ هي أول حفلة بتحضرها؟ إيه أول حفلة بتحضرها معي؟ خلص أنت صوتك فرحتيني. ايه رح ترجعي لحالك على البيت؟ بتحبي وصلك قبل ما اروح؟ لا انا اخذت من امي اجاري التاكسي قبل ما اجي، هلا باخذ سياره. طيب منيح، معناته انا رح اوقف لك تاكسي. اوكي ابدا بالعكس، انا كثير انبسطت. ترى ترى تفضلي. شكرا حكمات. تعرف حكمات، عن جد شكرا، شكرا كثير. شكرا لإلي. اوكي باي. باي. يلا يا بطل شد حيلك وخليك قوي. ماشي. ما راح تطولوا بهالمكان، أنا وعدتك أعمل كل شيء بقدر عليه. ماشي؟ تمام. ليك فيكو، ما تقول لحدا إنه التقيت أنا وياك، أوكي؟ ليه؟ لأنه هيك بيكون أفضل إلنا نحن اثنين. أنت ما بتقول إنك شفتني وأنا كمان ما بقول إنك هربت، وخلي هذا الموضوع سر بيني وبينك. اتفقنا؟ يلا بقى فوت على مهلك مشان ما تفيق أحدا. كيف بدي فوت؟ وأنا شو بيعرفني؟ مثل ما طلعت بتفوت. شبك. فهمت عليك.
يعطيك العافية عم. بس بدي أسألك عن عنوان قريب. تكرم عيونك، وين دلو؟ بدي عزبك تقرب معي شوي لقدام. بدي روح على المجمع الطبي وقالوا لي إنه بهي الحارة. إيه مزبوط. مزبوط المجمع يعني؟ الطبي موجود بآخر الشارع، بس المكان اللي عم تسألني عنه مو بهالقرنة لك يا ابني، بعيد كتير من هون، بجوز يكون بالشارع اللي ورانا. والله ما بعرف. يسلموا ايديك، عزبتك معي عم، ما تاخذني. بتمنى خدمة. شكرا لك، اهلين، يعطيك العافية. الله معك. اختي لميس. يا عمري انا عصومي الحلو حبيب قلبي، كيفك ولا حكمت حبيبتي؟ يلا عدو تعال جنبي، ولا قلك تعود بحضني. ايوه كيفكن وكيف الوضع؟ طمنوني. كله تمام والامور منيحه. لميس في شي اخبار من المحاميه؟ والله في اخبار وحلوه كمان. ايه الأسبوع الجاي عنا محكمة، رح أخذكن. قصدك إنه ممكن نربح القضية؟ إيه ممكن طبعاً. قبل ما أنسى شوفوا شو جبت لكم معي. هي الرزنامة، بعد 5 أيام نوصل للإشارة وبتطلعوا. 5؟ إيه 5. أوخ. وأبي كيف قبل يعطيك الوصاية؟ ما بعرف كيف قبل، بس هالقلب اللي ما بيحس بشي طلع فيه شوية طيبة مخبية جواته. يوبسني. ملاحظين نحن ليش فرحانين هلأ؟ لأنه أبي رضي بالآخر يتخلى عن أولاده. يا الله بعدين مع هالملل. ما جربت تقعد بالبانيو تبعهم. يلا فوت عبي البانيو كله بالمي والصابون وعيش حياتك يا فكري. شو هاد؟ والله مليت منه كمان. ليش بينبسطوا فيه؟ ما فهمت. ليك ليك العمل ايش هيك صارت ايدي؟ آه ورجلي كمان اتجعد وتجعيد من المي. والله ما عاش بتلي هالشغلة. ما فهمت ليش الناس بيحبوا يقلدوا الافلام والممثلين. القعدة بالبانيو مو حلوة. يلا انتبهوا لحالكم منيح. بس انت بتعرفي ظرف شغلي. تعي يا عمري. يلا بخاطرك عصومي الامور. لا تعذبوا اخوكم يا اولاد. ما تاكليهم، عم دير بالي عليهم. بعرف بوجودك مطمني عليهم. وهلا بس تطلعي على غرفتك هن بيطلعوا. يلا. نسيت خبركن شي مهم. أنا وجميل قررنا إنه نخطب. شو عم تحكي؟ طيب وبدر شو صار فيه؟ ما صار في شي، وهي الخطبة كلها تمثيلية مشان المحكمة مو أكتر. ايه قولي هيك من الأول. ايه كله مشان المحكمة، لأنه جميل شرطي وبده يساعدني أطالعكم من هون. ماشي، بس حبيت خبركن مشان ما تسمعوا من شي حدا وتتفاجئوا. ما بدي تزعلوا. ماشي يلا خاطركن. الله معك. يلا حركه. ليش وقفته؟ ما بعرف، ما لي فاضي لك هلا. لك شو بقى؟ هلا مرتضى كيفك؟ الو لميس وينك انت؟ كنت عند اخواتي وراجع على البيت. ليش؟ منيح اتصلت بالوقت المناسب. ليكي لميس شو بدي اقول لك؟ مو قلتي لي لازمك شغل بدوام كامل وتأمين صحي مشان موضوع المحكمه؟
بلا معناها خلص لا الدوري ولا تلعبي حالك. طلبك عندي شو يعني؟ امبارح كان في ناس عندي بالقهوة عم يحكوا عن شركة إنشاءات بدها سكرتيرة أو هيك شي يعني، واليوم سألتلك عن العنوان وقلت بحكي معك، شو رأيك؟ عن جد عم تحكي؟ ايه والله جد. بس لازم هلا ايه بس لازم دغري تروحي على المقابله وتشوفيهم للجماعه، ما تتاخري ايه، والا بدك تبعث لها العنوان وانا هلا ببعث لك العنوان. تمام. بس نسكر ببعث لك اياه بمسج فورا. تمام، شكرا كثير مرتضى، فرحتني عن جد. لا ما بدها شكر ولو هذا واجبي، بس خبريني انت شو بيصير معك. ايه يلا لك سلام. ماشي بدها تروح، بس معقوله يعني يقبلوها دغري؟ ايه معقول ليش لا. على مهلك، خد نفس، ركز منيح على النفس، مرة تانية، برافو عليك، مع الطلعة شهيق ومع النزلة زفير، تابع هيك، عمل 10 عدات وارتاح، تمام، تابع بهالشكل، ممتاز، أهلا وسهلا، أنا بشوفي نساعدك. مين قال لك بدي مساعدة؟ روح ساعد هالمساكين اللي عم تطلع روحنا من التمارين تبعك. لو سمحت بالأول غير لي تيابك وبعدها تعال لعندي مشان شوف جسمك. لشو لغير تيابي؟ مرتاح بهدول التياب، رح أتمدد هون وساوي كم تمرين معدة. بس اطلع بالأول على جهاز المشي لحتى تحمي جسمك قبل التمرين. شو بدي بالأجهزة وبهالإعلاق؟ إذا كل يوم مقضي مشي أنا رح أعمل كم تمرين معدة وروح غرفتي. ليك إذا عملت تمرين المعدة 50 مرة قدامك بتطلب لي صندوق بيرة على حسابها؟ ما فهمت. ما قلت شي صعب تفهمه، خلينا نتراهن مشان نتسلى أكتر. شو دخل التسلاية بالرياضة؟ التمارين أنت بتستفاد منهم مشان صحتك. لك مين سألان عن الصحة هلأ؟ اسمعوني يا جماعة، إذا بعملكم تمرين المعدة 50 مرة هلأ مين منكم بيطلب لي صندوق بيرة مكافأة؟ أخي هاد نادي رياضة وبناء أجسام مو محل قمار. مين جاب سيرة القمار؟ عم نتراهن مشان نتسلى، وانت شو دخلك؟ انت التهي بعضلاتك. لك هاد من وين طلع؟ يا يتمرن على الساكت يا خليين إلع. بالله شو؟ لك بكلامي ما عجبك؟ اذا كنت رجال تتحدى فيك ترفع هلا 70 كيلو 4 مرات؟ السبعين كيلو ولا شيء. والله قديش لك فيك تشيل؟ شيل 100 كيلو. انت بتشيل 100؟ يلا ورجيني لشوف كيف بدك تشيله. يلا إذا عمل لي بطل ورجيني. أنت ما فيك تحمل كل الوزن. خلص خلص كوتش طول بالك. أنت ما تأكل همي، خليني ورجي وبس يجي دوره منشوف قوته. يلا يا بطل ورجيني قوتك. يلا يلا ارفعون هب 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 هب. كوتش لك في لك شي كوتش ساعدني. لك الله يسامحك، بس شو كان بدك بهيك قصة؟ هيك بيصير بكل واحد بيتحداني. عم يوجعك؟ على مهلك حسيت صدري رح يشفع. ها مرحبا شيماء خانم، شوفي شو جبتلك معي، سائل جلي وكلور وفلاش للأرضيات وملمع بلور مشان شبابيك الإزاز اللي كل يوم بتنطفيه. يسلموا لي إيديك يا فكري بيك، على فكرة أنت كتير مزوق، بس ليش واقف عندك؟ فوت لهون، الجو كتير بارد، تعال على البيت، تعال يلا. شبك أمي في شي؟ لا ولا شي حبيبتي، بس شردت شوي. يا الله بسيطة أمي، مو مشكلة، أنا بنشف الأرض وبمسحها. لا المي مو وسخة، هلا بينشفوا لحاله. أنا كتير صايرة عم أشرد هالفترة. مرحبا، بولند بيك ما هيك؟ نعم وحضرتك؟ بدي أقدم على الوظيفة اللي أعلنتوا عنها. أكيد أنتي الأنسة لميس قريبته لمرتضى، تفضلي فوتي. إيه أنا. شكرا كتير إلك أنسة لميس. إمتى فيك تباشري بالشغل عنا؟ يوم التنين بناسبك؟
يوم التنين؟ يعني حضرتك قبلتني بدون مقابلة؟ مرتضى حكالي عنك وعرفت كل شيء، وفيكي تعتبري انك مقبولة فورا. رح تكوني مساعدة مدير المبيعات عنا، وهو رح يشرح لك كل تفاصيل الشغل. بس ما بدك قبل تشوف السي في اللي جبته؟ انا معي بس بكالوريا، ما بعرف لغات ابنه. ما في مشكلة ابدا، نحن اللي بهمنا تكوني ذكية وتفهمي طبيعة شغلنا، مو مطلوب منك اكثر من هيك. اعتمد عليه. معناها يوم التنين أنا فيني أبدأ الشغل عندكم؟ طبعاً، وألف مبروك. شكراً كثير لك أستاذ. أهلا وسهلا. الآن سلاميس بتسجلوها بالتأمين الصحي، رح تبدأ الشغل من يوم التنين، بس خلصولي اليوم كل ملفها. تمام، سلام. سامح بيك، مرحبا. طمني، مش الحال؟ ايه مش الحال طبعا. الانسه لميس رح تبدا شغل يوم الاثنين، وهلا رح يسجلوها بالتامين الصحي، وكل ورقه صارت جاهزه. ممتاز. شو بدي اقول لك، وضعها بهالفتره هي ما كتير منيح، ما تضغطوا عليها بدوامها، اذا طلبت اذن ومضطره اعطيها. ولا يهمك، تكرم سامح بيك. طيب، شكرا كتير لك، عزبتك معي. لو تكرم. أخي حكمات، بدي أسألك سؤال. جميل ناوي إنه يتزوج لميس هلأ؟ بده يعيش كمان معنا بالبيت؟ كالسؤال، شلون خطر عبالها؟ يعني أنا مو متأكد، بس ما بظن لميس قالت بس مشان المحكمة. إن شاء الله يكون هيك، لأنه أنا ما كتير بحبه لجميل، وأنا كمان ما بحبه أبدا. إيه؟ ليه، شو شفته منه للزلمة؟ برأيي بدر أحسن منه بكتير. تعال عمانة. بدر زلمة قبضاي ومعدل وأحسن من جميل. منين متعلم هالكلام ولا فكرات؟ فيكو، أخوك القبضاي اللي اسمه بدر ترك أختكم فجأة إذا لسه متذكر، وجميل اللي ما بتحبوه هلأ عم يساعدها مشان تطالعنا من هون. عيب هالكلام. مزبوط معك حق، بس يعني خلاص هالحكي ما عاد بدي اسمعه. يلا بكفي، قوموا فوتوا لجوا، الجو هون بارد. فيكو ليلاس، سبقوني لجوا، أنا رح أعمل مكالمة. بدك تحكي مع لميس؟ مو لميس، بدي حاكي رفيقتي. لو سمحت ممكن أحكي تليفون من عندك؟ تفضل، هاي التليفون. ألو؟ ألو موزي، معك حكمات. حكمات؟ صباح الخير، شو أمورك منيحة؟ كله تمام نشكر الله. حبيت أتصل فيكي لقلك شغلة، بس ألبوم الأغاني اللي بعتيلي تبع الفرقة، إيه؟ لفتتني منه الغنية الثالثة، كتير حلوة وحبيتها. أنا هلأ رايح لحتى أسمعها، وأنتي اسمعيها كمان. ايه ماشي، رح اسمعها فورا. اتفقنا، بشوفك لكان. اوكي باي. شكرا، يسلموا ايديك. تكرم عينك.
بنجدو اوبا والله لا اخذك حجر. فكري بيك خير. انا تاخرت وصار لازم اقوم على شغلي. حاجتك بقى هلا ولا لانه رح اخذ البرتيه صار بدك تهرب. شوف شوف هالزهر، شوف هذا شيش جهار. وضعك تعيس. ايه لوحو لوحو زهر ماله صاحب، عمول خانة جديدة. حضرة المدير شو عم تساوي هون؟ تفضل على شغلك. انا اسف والله ان شاء الله. شو ساوي لتبهدله؟ مو شايفه انه عم يخدمني؟ عفوا يا بيك، ممنوع لعب الطاولة بالصالة، طاولة الزهر مسموحة بس بصالة. شو هالحكي؟ شو نحن بمدرسة؟ طاولة الزهر مسموحة بصالة الألعاب وممنوع تدخل على الصالة بالشحاطة، والأسانسير ما بيوقف بالطوابق الزوجية. شو ها؟ يا أستاذ، هذا الفندق مصنف 5 نجوم وما بيصير إيه؟ تلعب طاولة زهر كأنك قاعد بقهوة، يعني بقية الزباين رح يتضايقوا. مين؟ أنت متضايقة مثلا؟ وتضايقي إيه؟ عود قدامي لحتى لعبك برتية جديدة. يلا يا أستاذ إيه؟ أنت عم تزعج الزباين، واليوم عملت مشكلة بصالة الرياضة وواحد من زباين الفندق انأذى من وراك. يعني أنا شو ذنبي إذا هو دب وحب يتباهى قدام رفقاته؟ من كل عالم بده يرفع 100 كيلو على المرتاح. إذا رح تضل تتصرف بهالطريقة أنا مضطر أطلب منك تترك الفندق. لا شو أترك ما أترك، كله مشان لعب الطاولة زهر. شو أنا قاعد هون ببلاش؟ أنا دافع مصاري. شو هالحكي هاد؟ عايدة بترجعي له للأستاذ الحجز اللي دافعه وخليه يمشي دغري. ماشي رح جهز له الفاتورة. والله شو يعني انتو عم تقلعوني؟ شلون خدمتكم 5 نجوم وعم تقلعوا الزباين على شغلات تافهة؟ مزبون دايما على حق يا فهمان. انت صارف كل حسابك كبيرة واكل فكري بيك. لا وبدكم تطالعوني بلا مصاري كمان؟ قال 5 نجوم قال شلت نصابين، بس أنا الحق علي اللي تركت خدمة 7 نجوم ونص وجيت لعنكن على هيك فندق. أخ يا شيماء خانم أخ، ماشي أنا رايح تتهنوا بنجماتكم. قال عوز التو برا. لا لا بروح لحالي، بعرف طريقي أصلا. عن جد والله إني فرحت لك كتير. وأنا كتير مبسوطة، والله كل الفضل بيرجع لمرتضى، أنقذني من هالورطة. كمان أنت حظك كان بجنن، هيك فرصة سحرية ما بتجي للواحد كل يوم، حتى كل شيء عم يتيسر معك. إن شاء الله تضل الأمور منيحة. أكيد إن شاء الله. آه ما خبرتك أنا شو مجهزت لك؟ شوفي. تاتا. عن جد إجت هالبدلة بالوقت المناسب. أنا بس أقبض أول معاش رح أشتري تياب جداد ورجع لك البدلة. وأنا شو بدي فيها يعني؟ ليش شو بدي ألبسها؟ شغل المكاتب خلصت منه، وهي شنطايتها معها. ليكي شو رأيك تجربيها لنشوف إذا بدها شي تعديل بالقياس؟ شوفي داعي خلص، شو ما كانت تطلع منيحة. شو قصتك؟ جربي الجاكيت على القليلة لنشوف لميس خانم البزنس ومان. آه زبطي القبة. قولي لي شلون؟ والله ممتازة وحلوة. لميس فيني أسألك سؤال؟ قولي طبعا. كأنه جميل صاير كتير عم يروح ويجي، شو القصة؟ في شي بينكم؟ بعرف إنه ما حكيت بهالموضوع معك، أنا وجميل قررنا نخطب. شو؟ يعني مو خطبة عن جد، إنه تمثيلية مشان المحكمة. المحامية قالت لي إنه خطيبك لازم يكون عنده شغل منيح وتأمين صحي، فطلبت من جميل ووافق. لميس شو هالتخبيص؟ لا أنا ما عم خبص. وبدر شو مشانه؟ أي بدر هاد؟ ليش ضل في بدر؟ بدر مانو هون، حمل حاله وراح، وجميل بس هو اللي كان واقف جنبي طول هالفترة، حتى إنه قبل بموضوع الخطبة مشان نساعد الأولاد ونطلعهم من هنيك. ايه واضح، اكيد كل غايته انه يساعدك وبس. شبك نسيتي انه كان قاتل حاله عليكي لميس؟ انا لازم روح هلأ. يلا لا مو على كيفك، ما رح تمشي ابدا قبل ما نتناقش ونحل كل هالقصص. ما فيكي تمشي لمحل. شو اللي بدنا نناقشه ونحله هلأ؟ الوضع كله بتعرفي، وما عندي خيار بنوب، أنا مجبورة على اللي عم بعمله. يلا سلام هلأ وشكراً على البدلة.
لا تخافي لميس، رح ترجعي تجتمعي انتي واخواتي. مين بده يجي هلا؟ مين على الباب؟ فكري بيك. كيفك يا شيماء؟ بعرف انك كتير مزعوجة، بس انا ما بقدر كمل حياتي من دونك شيماء خانم. رح تسمحي لي ادخل ولا امشي؟ فكري بيك، انا صح اشتقت لوجودك معنا ولرفقتك، بس مع هيك انا ما بقدر سامحك هيك بكل بساطه، لانك كسرت بخاطري. يعني ما بعرف يا شيماء خانم، اذا انت رح تتخلي عني والله بموت. ليش هيك عم تقول؟ رح اتدمر صدقيني. لا تقول هيك، الله يحميك ويكون معك عطول. بجد شيماء، أنا وقتها بتدمر على الآخر وما رح أقدر وقف من بعدها. مشان هيك لو سمحت شيماء خانم، ما تتخلي عني لو شو ما صار. أوعى تساويها. الجو بارد برا؟ ايه بوز. اهلا وسهلا. والله اشتقتك. افتح لقلك السحاب وفوت خود دوش سخن بالبانيو على السريع ودفي حالك. حاضر. مرحبا. أهلا وسهلا. بدي أقابل ريهام خانم إذا بتريدي.
مكتب ريهام خانم تمشي لآخر الممر بعدين بتفوتي على اليسار أول ماشي. مكتب شكرا أهلا وسهلا تفضل مرحبا ريهام خانم أهلين يمكن عم بزعجك ما تواخذيني شوفي لميس ليش اجيتي ممكن ددش معك شوي بس الحكي معي قبل المحكمة ما رح يفيدك بشي بس خمس دقايق تفضلي بالأول عادي ايه شو بدك تقولي قال التقرير اللي كتبتيه عن وضعنا مو كتير ممكن يخدمنا لميس أنا ما كتبت غير اللي شفته قدامي ما تبليت عليكم بأي شيء ايه معك حق ومفهوم بس اجيت لخبرك انه بلشت بوظيفة جديدة وفيها تأمين انا تعينت سكرتيرة بشركة انشاءات وانا وخطيبي رح نتزوج عن قريب لميس ريهام خانو انا بدون اخواتي ما بقدر اتنفس وهن بدوني نفس الشي كمان انا بالنهاية كل همي وكل هدفي اني اقدم افضل حياة وافضل مستقبل لاخواتي وهذا الشي مفهوم مع هيك مو دائما مو دائما الظروف بتقدر تساعدنا لما بيكون موضوع اخواتي انا بتحدى كل الظروف بتمنى تفهميني شكرا لانك سمعتيني لا بالعكس لميس استني انا عن جد مقدرة شعورك وفهمانتك شكرا ريهام خانو بقدر أعرف مين اللي بلغ؟ معلومات مثل هي ما فينا نفصح عنها مفهوم مع هيك أنا طالع شوي وبتقدري بهالوقت تشوفي الملف المفتوح على جهازي الخير يعطيكم العافية أنا في عندي بلاغ تفضل عن شو بدك تبلغ؟ شارع كارنفيل البيت رقم 31 ست أولاد مساكين عايشين لوحدهم بدون لا أب ولا أم ولا حدا عم يدير باله عليهم وما معهم حتى حق أكل أنا بعرف إنه أنتم بهيك حالات بتتدخل طيب في مجال تعطينا لا لا أنا فاعل خير وما بدي أعطيكم اسمي طيب أنا سجلت العنوان ونحن رح نتابع الموضوع شكرا لك يعطيكم العافية والله بتكسبوا فيهم سوا يلا سلام يسلموا ايديك والله يا شيماء الواحد يحكي الحقيقة انت الخدمة عندك احسن من افخم اوتيل بالبلد كله صحتين وعافية خلي لي اياكي خليك انا بفتح شو هاي قشطة كأنه ايه طلعت الجبنة اللي ما بحبها لميس لميس يا حبيبتي كيفك يا عمري؟ منيحة الحمد لله وانتي؟ الحمد لله منيحة تفضلي تعالي لا شكرا أنا مستعجلة بابا عندك شي بدي حاكي بشغلي اي طبعا طبعا لحظة بس فكري بيك؟ لميس برا وقال بدها تشوفك لا إله إلا الله يعني هدول ما بدهم يتركوني بحالي لا تقول هيك عنهم لا ما في منهم خلص ولا يهمك خير خير تعال نحكي شوي برا الجو كتير بارد وأنا كنت عم بفطر احكي هون شو مشكلتك؟ تعال لبرا في شي مهم ايه ماشي خليني جيب جاكيتي احسن ما امرض يعني شو لسه بدك مني والله ما عم بفهم عليك يوف يلا تفضلي ايه خير احكي لشوف شو بدك مني كمان يلا قولي بسرعة رح موت من البرد انت بلغت المركز عنه اليوم عرفت هالشي هذا اللي كان ناقص معقول في أب بيعمل هيك بولاده؟
معقول في إنسان بيعمل هيك عملة؟ فهمني ليش هيك سويت؟ بنتي أنا ما بلغت عن أولادي، أنا بلغت عن حالي إذا بدك، بلغت لأحميكن بس هيك. إيه أنا اللي خبرتهم، لحد يوم مبارح كنت أنا أحسن أب بالدنيا كلها لأني قبلت أعطيك الوصاية عند المحامية وتشكرتيني كتير، فشو تغير اليوم؟ أنت لو ما بلغت عنا ما كان صار اللي صار من الأساس. بس يا عيب الشوم عليك، أنت واحد ما بتستاهل نكون ولادك. بيك شو بدها لميس؟ ولا شي، ما بدها شي. شيماء خانم على علمك في بيرة؟ بيرة؟ ايه في عندي بيرة، ما رح تفطر؟ يسلم، مو جاي عبالي افطر، جيبي لي بيرة بس تكون باردة. يعني ليش هلأ خطر على بالكم تعملوا لي خطبة وحفلة؟ شبنا امي، ليش مو عاجبك الموضوع؟ مو المهم انه تشوفي ابنك فرحان ومبسوط؟ طبعا هذا المهم عندي، بس مو بهالطريقة، يعني مثل اللي عم يعمل شغلة بالسرقة وخايف. ليك اجت، ايش بك متحرقس هيك على شوفتها؟ خلي ادق الباب. الله يخليكي، اتركي لي من ايدك هلا وقومي نستقبل انا وياك. طيب يلا. طيب اوف، الله يطول لي بعمرك. اهلا وسهلا يا بنتي، تفضلي. بوسية. أهلا وسهلا. أهلا فيك. بتحبي أخذ عنك؟ لا شكرا، أنا بدبر حالي. طيب شو قال بدكم تعملوا الخطبة بالقهوة؟ أمي روقي عليها، لسه هلأ إجت، شو نضيفك؟ ولا شي، ما في داعي، يسلموا. ايه قررنا نعملها بالقهوة، يعني هيك بيكون الكل موجود وما في مصاريف زيادة. ماشي يا بنتي، يعني انتي وجميل أدرى بهالشغلات، أنا المهم بالنسبة إلي هي النية، ما رح اتدخل بشو متفقين طالما القلوب رضيانة وفيها محبة، ولما تكونوا مبسوطين مع بعض أنا أكيد رح أكون مبسوطة. أنا حقوم جيب الشاي. مو حلوة يا ابني أنت تعمل الشاي. شوفي يا أمي، لميس مو غريبة. أنا بدي مي لو سمحت. أوكي تكرمي. بنتي لميس، أنا سمعت أنك كنتي مخطوبة، بس أنا بصراحة ما تأكدت من هالحكي، لهيك قلت لازم أسألك. يعني إنه ما كنت مخطوبة رسمي. ما في شي بيتخبى هون بالحارة، والأفضل تكوني صريحة معي. أنا كل شي بدي إياه بالأخير إنه ما تجرحي قلب ابني جميل، لأنه بيحبك وصادق كتير بعاطفته، فبترجاكي لا تفكري تجرحي. تفضلي. يسلم. أهلا وسهلا. أمي بتحبي تروحي معنا من هلأ على القهوة؟ لا روحي، أنا بدي روح مع جاراتي. طيب ماشي. Thank you.
ألف مبروك والله يهنيهم. الله يبارك. مبروك حبيبي. ألف مبروك يا ابني. ألف مبروك. الله يبارك فيك. تفضلي. ألف مبروك يا ابني. إن شاء الله عقبالك. مبروك. شو؟ شو؟ والله ما توقعت إنه جميل يكون رح خبر بدر. كثير لا مرتضى. خبروني. يعني لساته شاب صغير. مرتضى لا تخبص وتنزع كل شيء هلا. مرتضى؟ أهلين مرتضى. أنت لساتك بالمدينة؟ إيه طبعاً. لك وين بدي روح؟ قبل ما تخلص المحكمة وأعرف شو بدي يصير ما فيني أمشي. خير شو في هلأ قلي؟ طيب بدر احمل حالك وتعال عندي على القهوة بسرعة. شو الموضوع؟ هلأ تعوا بعدين منحكي. استعجل بس. يلا. طيب يلا جاي فوراً. باي. أنت شو؟ الله يبارك. خبرت بدر شو عملت؟ ليش عملت هيك؟ بقى. يبارك فيكي. شكراً. مرحبا. أهلا وسهلا. خلاص إجيت لميس. والله في كتير معازيم. شو هالعروس الحلوة؟ عروس شو دولاي؟ رح روح وقف مع جميل لنخلص. على مهلك. بس بالأول اشلحي جاكيتك. ماشي. والله مثلت القهوة. أهلا وسهلا خالي. شرفتي. أهلا وسهلا. شرفتي. إن شاء الله ألف مبروك. أهلين يا ابني. كيفك؟ مبروك جميل. بارك بعمرك. إن شاء الله بتتهنى. هلأ مو وقتها. هيك رح أتأخر. يا جماعة اليمين مفتوح. يا جماعة اليمين مفتوح. حدا بس يطلع على اليمين. لعم شو الغباء هاد؟ سيارة بتوقف الكل. يسلموا. هذا الخاتم لإلي والثاني للعروس. شو بدك؟ اهدى ابني. جميل. عفوا لميس. بس لحظة. شو عم يصير؟ مين انت؟ شو عم تساوي هون؟ اطلع لبرا. فهمني شو عم تساوي هون؟ روح من هون والا اهدى. جميل اهدى. خلص انا بتصرف. انت كمل. امشي بدل نحكي. خلص يا امي. خلص. بدي اشوف. لا 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 لا. جميل خلينا نكمل هلا. يلا. هذا كان خطيبه وعلى اساس يتزوجوا. ما كان بدي تتخانقوا قدام العالم. كان بدي لميس تشوفك بلكي بتغير رايها. لك بدر الله وكيلك لميس ما كان بدها كل هالخطه. بس هي حاولت تلاقي طريقه لتطالع اخواتها من هالمصيبه. ألف مبروك. ان شاء الله. ألف مبروك. الله يهنيك. ان شاء الله تتهنوا. الله يهنيكم. ان شاء الله. ألف مبروك. ان شاء الله. ألف مبروك. انا بوشي.
خلي لي اياكي. والله امجد الله يرضى عليك. هذا ابن الوحيد مبروك. كثير جابقين لبعض. ايه العروس ان شاء الله يتهنوا. مرتضى روح شغل الموسيقى. ماشي بارك لك يلا خلينا نبارك لهم. الله يتمنون على خير. يرضى عليكي الله يخليك. ألف مبروك أم جميل. يبارك فيك. شكرا. يبارك فيك. ألف مبروك يا جميل. ألف مبروك. شكرا. الله يا رب. لشو الموسيقى؟ هيك لازم بحفلة الخطبة. لميس ألف مبروك. Sesimde söyleyemediğim sözler var. Gizleyemediğim gözyaşlarım. Silip de unutamadığım sabahlar. Kokuladığım eşya. أحمد شو ما خلصت؟ أي مبلا خلصت. كيف طالع؟ يخرب ذوقك طالع بتجنن. والله؟ والله. يا ريتك تأنقت مشان مناسبة حلوة مو مشان جلسة محكمة. ما هو المناسبة الحلوة بعد الجلسة وقت نجيب إخواتي ونرجع. بتظن هيك؟ طبعا. يا رب يمشي الحال. بس مو بكرة ترجعي تعيطي عليهم فيكو طفي التلفزيون وليلاس يلا عملي شاي. لا ما رح عيط عليهم أبدا. أنت اطمن. بجوز تندمي بعدين. خلص اسكت. ها هدول تولاي ومرتضى.
ها؟ صباح الخير. صباح الخيرات. إذا جاهزين بتحبون نمشي؟ مرتضى وطلاي رايحين معنا. أها. بدك روح نادي لون؟ يا ريت. تفضل. إيه فوت ليش لا؟ طالعة حلوة على فكرة. من ذوقك. متحمسة مو هيك؟ متوترة. لميس كل شي رح يكون منيح، انتي لا تتوتري. بتمنى ان شاء الله ان شاء الله. هدول اكيد ولا مرتضى. اهلين شو جاهزين؟ أيوة خلينا نمشي. لحظه شوي، انا حاسه حالي كتير متوتره. كيفك مرت اخي؟ الحمد لله جميل، انت كيفك؟ منيحه كتير شكرا. اذا جاهزين خلونا نمشي يعني بلا ما نتاخر. المشكله انه سيارتي رجعت خربت واخذت على المصلح. نروح بسيارتك ولا ناخذ تاكسي؟ شو هالحكي، بنروح مع بعض، السياره بتسعنا كلياتنا. خلينا نمشي. يلا لميس. يلا اجيت. هاتي ايديك. تعرف حكمات؟ أنا كتير متوترة وخايفة. والله وأنا كمان متوتر مثلك. وأنا كمان. يلا يا أولاد الباص ناطركم برا، يلا قوموا خلينا نمشي. يلا 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 بسرعة. عطيني إيدك. برافو عليك. تفضل. رح نبدأ بالدعوة اللي رافعتها الآنسة لميس إلي بول لنقل الوصاية من أبوها. معنا ممثلة دار الرعاية السيدة ريهام يالمز. حضرتك مكلفة بالشهادة وتقييم الوضع العائلي لأسرة فكري إلي بول. لما وصل البلاغ بخصوص عائلة السيد فكري إلي بول، أنا رحت بنفسي على البيت وشفت حجم الإهمال والاستهتار برعاية الأولاد حضرة القاضي، وبالنتيجة اضطرينا ناخد 4 أولاد من أصل 6 ليتلقوا الخدمات من مؤسسة دار الرعاية. وشو تقييمك للوضع المادي لهي العيلة؟ وقديش نسبة إهمال الأبوين؟ المقومات الأسرية غير كافية، والأهم أنه الأب والأم مانن موجودين أصلاً. حتى بزيارتنا الثانية للبيت شفت الأب فكري إلي بول سكران وبحالة مو صحيحة. حضرة القاضي، موكلتي لميس إلي بول الأخت الكبيرة للأولاد متحملة مسؤوليتها بالتربية والإعالة على أكمل وجه، ولهيك أنا اليوم عم طالب محكمتكم الموقرة بنقل وصاية الأولاد للآنسة لميس. أما بخصوص الأب فكري فأنا معي وثيقة قانونية موقعة باسمه بقر فيها أنه ما عنده مانع من نقل الوصاية لبنته لميس. خلونا نسمع الأب فكري إلي بول. حضرة القاضي، أنا ما عندي أي اعتراض على نقل الوصاية لبنتي الكبيرة لميس، وموافق على أي شيء بتلاقوا مناسب. عن جد أنا ما لي مصدقة. موافق على كل شيء. هدوء لو سمحتوا. لميس، أنت في عندك 4 أخوة صغار ولساتك صغيرة، متأكدة إنه بدك وصايتهم؟
حضرة القاضي، أنا من لما وعيت على الدنيا وأنا عم بهتم بإخواتي. وضعنا المادي كان سيء كتير مزبوط، بس أنا بعمل أي شيء كرمال إخواتي يضلوا جنبي. وأنا هلا عم بشتغل بشركة إنشاءات وراتبي معقول، وكمان مخطوبة ورح أتزوج عن قريب. خطيبك موجود؟ أي طبعا. موجود حضرة القاضي. أنا جميل أنجن، خطيبة للميس. خبرني، وين مخططين تعيشوا بعد ما تتزوجوا؟ مخططين نعيش أنا ولميس مع أخواتها بنفس البيت حضرة القاضي. وأمي موجودة معي وإجت اليوم مخصوص لأنها متعاطفة مع لميس ومع قضية إخواتها، ونحن قادرين نعيش مع بعض ونكون عائلة واحدة ونتعاون بكل الظروف. حضرة القاضي، كرمال تكون بصورة الوضع أنا بطلب الإذن منك تسمع رأي وشهادة بقية أفراد الأسرة وبالأخص شهادة الأولاد. موافق، وأنا هيك حابب. تفضلوا. كون قوي. برأيكم يا أولاد أختكم قادر تدير بالها عليكم دايما؟ وفي حال بقيتوا بدار الرعاية برأيكم مو بيكون هذا الشيء أحسن لمستقبلكم؟ بدي أسمع جواب، لميس أحسن ولا دار الرعاية؟ القاضي، بخصوص اللي بيحتاجوا أخواتي، فمؤسسة الرعاية عم توفر لهم كل شيء بيلزم، بس في شغلات مهمة أكتر من كل هالخدمات. في وقفة لميس معنا بكل شيء، في حنيتها واهتمامها فينا. ببيتنا أختي اللي بتحضر لنا الصفرة، هي اللي بتغسل لنا ثيابنا، هي اللي بتعرف مشاكلنا وبتحلها، هي اللي بتفهمنا وبتقوينا. أصلاً نحن اللي مقصرين معها مو هي. بكفي إنه هي تركت تعليمها مشان تساعدنا لنكمل تعليمنا. مين اللي بيعمل هيك غير لميس؟ مين ممكن يهتم فينا أكتر منها؟ نحن عيلة مع لميس، وبلاها مالنا هيك. ايه، وانتو شو رأيكم يا أولاد؟ حابين تبقوا مع لميس؟ أختي لميس كانت أمنا وهي اللي ربتنا، وما بنقدر نعيش بدونها. وأنا كمان ما بدي أبقى مع حدا، ولا بدي أعيش بأي مكان بدونها. ما بنقدر من دونها. تفضلوا ارجعوا لمحلاتكم. يلا. اسمعي يا بنتي، إذا أخذت الوصاية راح تكوني تحت مسؤولية قانونية كبيرة، وهذا الشيء ما في تهاون. راح تكوني مسؤولة عن أي شيء بيصير مع إخواتك، وراح تكوني تحت المراقبة والمساءلة، وغير هيك راح تضطري كل سنتين تعملي تجديد للوصاية بالمحكمة. بتشوفي إنك قادرة على هالشيء؟ طبعا، وأنا لحد اليوم كنت على طول حريصة ما حدا منهم يتأذى أبدا، ومهتمة فيهم.
اصلا اخواتي كثير مميزين ومستعده اعمل اي شيء كرمال احميهم، وبوعدك انهم كلهم رح يكملوا تعليمهم. يا بنتي انت اخت طيبه وعاقله بس صغيره كثير، واخواتك الصغار مسؤوليه كبيره. صحيح انك مخطوبه بس هالشي مو كافي بالنسبه لنا، يعني قبل ما تتزوجي وتستقري ما بقدر امنحك الوصايه. القرار. لميس إليبول لا يحق لها امتلاك الوصاية إلا بعد تقديم وثيقة تثبت زواجها حتى نعاود فتح القضية. صدر وأفهم علنا. هلأ كيف بدنا نلاقي حل لهالموضوع جميل؟ يسلموا ايديكي. اي موضوع لميس؟ يسلموا ايديكي تلاي. قصدي موضوع الزواج، ما في حل تاني لحتى اخذ الاولاد؟ يعني صراحه ما بعرف. ما في شيء اسمه زواج مستعجل؟ تلاي مو كان في هيك شيء؟ خلينا نعمله وبتنحل. ما بعرف يعني انه في هيك شيء مبلا مزبوط. ها ايه بس قبل ما نخبر امي مستحيل، خاصة انه مثل ما بتعرفي هي مفكرة انه كل شي بيناتنا حقيقي. ايه بعرف جميل، بس ما سمعتوا للقاضي شو كان عم بيقول؟ ما فيني اخذ الوصاية غير بعد الزواج ولازم نلاقي حل بسرعة. ايه وهذا الحل اسمه زواج يا لميس، مو لعب ولاد صغار. مزبوط معك حق. لكن أنا رح أمشي تأخر الوقت، بكرة منحكي بهالموضوع. طيب ماشي جميل. تصبحوا على خير. تلاقي الخير. تلاقي الخير. تلاقي الخير. هلأ عن جد إذا تزوج وبتنحل القصة؟ حاجتك جنان بقى، شو الشغلة شو ربا زواج شو؟ في حدا بيتزوج هيك بهالبساطة؟ ليك على هالحكي. أنت بتترك الكل وبتخانق تولاي ما هيك؟ مين اللي خانق ولا رفع صوته عليها؟ لك تولاي؟ أنا عم خانقك؟ ما تطلعوا فيه هيك؟ كل ورطة وفي إلى حل، على القليلة هلأ منعرف شو لازم نعمل. ها؟ بهالحالة الحل إنك تتزوجي حدا ما بتحبي. ما تعصب أحمد. أنا مو قصدي ضايقك، آسف. أنا مستعدة ساوي أي شيء كرمال يرجعوا إخواتك، يعني مو شرط هلأ نحمل الأمور وكتير نكبر هالموضوع، لأنه هذا زواج شكلي وجميل رح يمثل معي هو هيك لميس. يعني هالزواج حل مؤقت والمهم هلأ يرجعوا الأولاد على البيت. طيب يلا خلينا نمشي وخلي لميس وأحمد يرتاحوا. يلا ماشي يا روحي، كرمالي بسكلي لقمة قبل ما تنامي، حتى الشاي ما عم تذوقي. والله هالحكي ما بيرضي حدا. ليكي وشك شلون مصفر. طيب يلا تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. و
وين مخططين تعيشوا بعد ما تتزوجوا؟ مخططين نعيش أنا ولميس مع أخواتها بنفس البيت حضرة القاضي. وأمي موجودة معي وإجت اليوم مخصوص لأنها متعاطفة مع لميس مع قضية أخواتها، ونحن قادرين نعيش مع بعض ونكون عائلة واحدة ونتعاون بكل الظروف. وقديش لسه رح تقدري تتحملي ما بعرف. لو تنسى تحط لها مي فيني اعتمد عليك. متفائل؟ انت عن جد مصدق انك رح ترجع عبيتكم؟ هيك كانوا يقولونا دائما، حتى امي بزمان اخترعت لي قصص كتيرة. واختك كمان عم تخترع قصص. اختي ما بتخترع قصص ولا؟ طبعا طبعا ما بتخترع. اوعي تطول لسانك على اختي، لميس ما بتشبه حدا يكون بعلمها، وقت بتوعد بشي بتوفي اكيد. اذا ما فهمت شو بتساوي يعني؟ تعال انا بفهمك. شوفي يا اولاد، شو هذا اللي عم بيصير؟ وليش ما لبستوا مريول المدرسة لهلا؟ يلا الباص ناطركم، الكل يلبس بسرعة. شو عم تستنوا؟ فكرة، انت رح تبلش دوام بمدرستك من يوم الاثنين الجاي، خبروك ما هيك؟ ومن هون لوقتها فيك تدرس لحالك بالمكتبة الموجودة بالسكن. يلا بدل ثيابك. انسي هون في ملعب كرة سلة؟ ما بحب الالعاب. ايه في جميل، الفطور صار جاهز يا عمري. يلا تعال. يلا جاي. تسلم ايديك يا امي. الله يسلمك. كنت بدي اقول لك شيء من امبارح. انا ولميس بصراحه بدنا نستعجل بزواجنا، ولهيك قررنا نكتب الكتاب باسرع وقت. خير، وليش هالشيء؟ ليش العجله بالموضوع؟ انت عم تخبرني وما عم تشاورني. اهدي امي ما تزعلي، امبارح اجيت لقيتك نايمه ولا كنت ناوي شاورك؟ ايه وانا ما لي موافقه،
من غير شي عملت لي الخطبة مثل اللي عم يسرق سرقة. الناس كلها عم تحكي عليكم. بدك تتزوج بسرعة كمان وتعمل لي فضيحة؟ مو هيك بس مشان نقدر ناخد وصاية الأولاد من المحكمة مو أكتر. معناتها ما حذرت. أصلا الأولاد لا جوعانين ولا بردانين. بعدين أنا مو مطمنة وحاسة هالبنت كل همها تكتب كتابة لتاخد إخواتها. شو هالحكي أمي؟ ما دخل هاي بهاي. بتعرفي إنه نحنا منحب بعض من الأول وموضوع الأولاد رح يعجل بقصة زواجنا. ما في داعي للعجلة أبدا لأنه موضوع الزواج ما بيصير هيك. أنا ما عندي غير ولد واحد، بدي زوجة وساوي له عرس مثل كل الناس، وأقل من هيك ما برضى أبدا. أمي عرس شو هاد؟ مو شرط يعني. جميل، أنا يلي عندي قلته، وإذا أنت رضيان أنه تستغلك هالبنت فأنا مستحيل أرضى أو أقبل. وأوعك تناقشني يا يا تولاي فيقي. يلا نحن كتير تأخرنا. صارت 7:30؟ ايه صارت. تولاي وينو القميص الأزرق؟ القميص ليكو على يمينك مغسول ومكوي. ايه رأيته. ما بعرف ليش جسمي كلياته مكسر. ما تتلوي قدامي وأنا حاسس رح موت من النعاس. نحن بعد قصة المحكمة صرنا مثل اللي خرجوه من المشفى، موجوع وما له قدران ينام. اي والله معك حق، الله يكون بعونهم. حبيبي بدي أقول لك شغلة مهمة. تفضلي قولي. تأخرت. ليش؟ إمتى ما كنتي متأخرة؟ يلا جهزي حالك. شبنا مرتضى، هذا اللي فهمته هلأ. بقصد انه تأخرت علي هديك الشغلة. والله جد؟ كم يوم؟ من 6 أيام ومع اليوم 7. صاروا اسبوع؟ يعني اكيد؟ شو بيعرفني؟ ما بدي نتحمس دغري. ماشي، احسن ما نرجع ننصدم وننقهر، لازم نتأكد. طيب شو ساوي؟ يعني جيب لك اختبار حمل من الصيدلية؟ لا لا، نتيجته مو كتير دقيقة، بروح لعند الدكتور وبيساوي لي الفحوصات ونتأكد. وانا شلون بدي اصبر لتروحي عند الدكتور وتأكد؟ يا عمري خلاص، اول ما اطلع من عند الدكتور بتصل فيك ورح خبرك بكل شيء. ماشي، بتخبريني فورا، ما تطولي. ها طيب أمرك. أنا رايح. حبيبي كأنك رايح بلا بنطلون. والله الخبر اللي قلتي لي إياه خلى عقلي يطير من راسي. انتبهت لك. يلا وأنا كمان رح غير ثيابي وروح. كنا انفضحنا والله. يلا كول بسرعة وقوم على مدرستك. اي بدل ما تقلي لي كول كلي انت، يعني لو لقمتين على القليلة. ما تاكل همي، انا هلا بعد شوي باكل. او لسه ما نمتي من امبارح ما هيك؟ اخر فترة كنتي عم تنامي وما احلاكي، وهلا رجعنا نسهر للصباح. صباح الخير. صباح الخير جميل. معلش تجي شوي، بدي خبرك شو صار بيني وبين أمي. ايه طبعا جاي فور. أنا حكيت مع أمي، قلت لها بدنا نعجل بموضوع الزواج مشان لميس تاخد وصاية الأولاد، ولهيك لازم نكتب الكتاب فورا. بس للأسف قالت بدون عرس مستحيل إنه تقبل. جميل عرس شو هاد؟ ما في داعي للعرس إذا كل الزواج شكلي ونحن متفقين. بعرف والله فهمانك، بس أمي ما بتعرف إنه القصة هيك وما بديها تدرى. ما تواخذيني لميس، صح أنا واقف معك وعم ساعدك، بس بصراحة أنا ما فيني زعلها لأمي. يعني ضروري نستوعبها، أمي مرة كبيرة وحابة تعمل عرس لابنها الوحيد وتفرح فيه. يعني القصة وما فيها إنه نحن لازم نعمل العرس ولازم تلبسي الفستان الأبيض، واعتبري هذا شرطي الوحيد لحتى أقدر ساعدك وكمل معي. الحقير شو رجعوا على البيت؟ انت شو رجعك على الحارة تبعنا؟
شو لك شغل عنا؟ اجيت على المحكمة وقبل اجيت على الخطبة وعملت مشكلة، ما قلت لك تنقلع من هون وتترك البيت؟ ولا مو سائل شو رح يصير بالأولاد إذا برجع بفتح القضية؟ رح تفوت أخواتها للميس على السجن بسببي؟ برافو، واضح قديش بتحبها للميس. اسمع لقلك هذا الشيء ما دخلك فيه انت، واحد من قدامي يا جميل. انت السبب بكل شيء عم يصير معك، وانت جبرتني اتصرف معك بهي الطريقه. انت صرت برا يا سامح، عم تفهم؟ خلاص انتهيت، هلا دوري انا. انت ما عدت موجود بحياتي. وقف، يلا وقف، فهمني شو اللي بدك اياه. والله لحتى خليك تندم. تعال. جميل طولوا بالكم، لا لك شو عم تعمل؟ جميل وقف، لك كمان جميل وقف، خلصنا جميل. بعدي انا بوقفك، ما دخلك. شو عم بيصير؟ بكفي جميل، خلصنا، رح تذبحوا بعض. والله لا خليك عليكم شو هالحكي، انا بورجيك يا جميل. خلصنا بكفي، بكفي جميل، خلص طول بالك. خليني فرجيه انتو، هيدا ما بيستاهل. عامل حالك زلمه ما هيك؟ بدر شو عم بيصير؟ ما بدي اشوفك بالحاره جميل، بكسر لك رجلك اذا شفتك. بقول لك خلص ما رح امشي. والله ماشي مثل ما بدك، هي لميس هذا اللي واقف قدامي. حرامي سيارات. ايه حرامي سيارات، الكل سمع، انا حرامي بسرق سيارات وببيعهم. شو يعني؟ والسيارة هذيك كانت تبعها؟ تبعي ومسروقة كمان، ولك كنا رح نروح فيها من وراكم للحبس. عن شو عم تحكوا؟ يا لميس فكرناها انا وحكمت انه سيارة بدر وطلعنا فيها، قام جميل قبض علينا ونحن على الطريق، كنا رح نفوت على السجن من وراك. ماشي يا احمد خلص اسكت. ليش بقى؟ مزبوط كلامه؟ يا لميس المزبوط انه استغل الاولاد مشان يبعدني عنه. لميس ما تصدقي رجع يكذب ويخترع قصص. ومشان هيك رحت؟ ها؟ ايه. لميس شو عم بعدي عني؟ لميس طولي بالك. لو سمحت مرتضى ما دخلك. من ورا التخبيص تبعك بيطلعوا اخواتي بسيارة مسروقة، وجميل بقى بيهددهم، وحضرتك بتحمل حالك وبتهرب مو هيك؟ هيك ولا مو هيك؟ جاوبني 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 يلا. الله يلعنك ويلعن الساعة اللي عرفتك فيها. لميس قديش كنت مخدوعة فيك. خلص لميس تركي، خلينا نروح. لميس لميس استني شوي، اسمعيني بشرفي، ما كنا منعرف انه السيارة مسروقة، والله العظيم ما كنا منعرف. برأيك لو كنا منعرف كنا منركب فيها؟ ما بدي اسمع ولا كذبة جديدة، اذا بتريد خلاص. يا لميس هلا مو وقت هاي القصة.
شو يا اولاد؟ انتوا عم تلعبوا هون وانا عم دور عليكم؟ صبح بكير اجينا لعندك بس انت كنت نايم. ايه معك حق، غرقت وين اخوكي؟ مين؟ عصمت وين؟ اه عصومة عم يرسم ويلون بالروضة. ايه منيح. حجمات؟ شو رأيك تلعب معي؟ ايه هات الطابة لشوف. يعني إذا كنت أقوى مني بالسلة بتشوف حالك علي؟ يلا جرب مرة تانية. شكرا، أنا هلأ بدي روح، برجع بلعبك المساء. طيب أنت لوين رايح؟ المدير واخذت إذن عم فكر روح الحارة وطلع البيت ومنه بتطمن على أخواتكم. طيب ليش ما بتاخدها معك؟ لا حبيبي أنتوا ممنوع تطلعوا، ومن دون ما تقلي أنا سألت لكم المدير، بس قلي بما أنكم صغار ممنوع. حابين جيب لكم شي معي من البيت؟ ايه ايه جيب لي معك فستان الزهري ولعبة الباربي تبعي يلي جاب لي اياها بدل. طيب امرك رح جيبهم. يلا انا بدي روح هلا، ما تشاغبوا كتير. ها ايه ماشي. حكمة ليش هيك صار؟ عاساس مشي الحال ورح نطلع. ايه حبيبي صح، بس ما صار مثل ما توقعنا، الامور طلعت معقدة شوي وبدها وقت، بس ملف الدعوة ما تسكر. يعني أجلوا الجلسة بس، وإحساسي عم يقلي إنه بالجلسة الجاية رح نطلع من هون ونرجع سوا على البيت. والله معلش فيكو، بسيطة أحيانا في مشاكل بدها شوية وقت، فبدنا نصبر وننطر، وبالآخر إلا ما تنحل اطمن. إلا ما تنحل. ليك هالمحتالة الصغيرة شو عم يطلع منها. فيكو خد التفاؤل من ليلاس. اسمعوني منيح يا أولاد، رح نكون أوايا وما نفقد الأمل لو شو ما صار. وبدنا نصبر، والأيام السودة رح تمر بسرعة إن شاء الله. اتفقنا يا أبطال؟ فيكو تلعبني معك؟ بس خليني أعلمك بالأول كيف تزتية. مثل ما قلت لك رحت على عيد ميلاد البنت وضيعت جزداني على الباب، وبعد هيك دغري حكيت والموبايل كان مع حكمت، قلت له يجي ياخذني، وبدر شافنا عند الموقف. ايه شفتن عند الموقف. خلينا نتفق انه ما في كذب من هلا وراء. ماشي ما عاد اكذب عليكي، خلص يبقى رح نرجع نتعرف. انا لميس. ماشي انا بدر. شو عم يعمل هذا جابر الحرام؟ لك بدر كيفه، ما بتتسلم علينا؟ شو انتو بتعرفوا بعضكم؟ معقول ما حكالي؟ انا وبدر كنا منشتغل سوا بنفس الشغل، وفيك تقولي عنا شركة كمان، ما هيك بدر؟ جابر اسمك ما هيك؟ غريب ما بعرف كيف نسيته، نحنا كنا نشتغل بالمطعم بنفس الوردية المسائية، هو كمان كان يشتغل بصف السيارات بس ترك قبلي، ولهيك ما تذكرته فورا. كيفك انت شو اخبارك؟ بدر شبك ما تفتح الباب، ما أنا شايفك جوا. ص-
صباح الخير، كيف حالكم اليوم بدر بيك؟ آخ آخ آخ، شوف هالزمن شلون عم يدور. بيت المرحوم نعمان صار إلي، المرحوم حط عليه مصاري كتير وبالآخر شو صار؟ حط راسه ومات وما تهنى فيه، دنيا اسمه ونصيب. أوه والله الدفا هون شغلة أبها. أخ أخ أنا مضطر إني روح. على مهلك، لوين رايح؟ عاد لنحكي لنا كم كلمة. والله يا بدر مبارح طول الليل ما نمت وأنا عم فكر، يعني وأنا كمان إنسان وعندي ضمير، وقت فكرت بالولاد ما قدرت أغفى كل الليل. لا والله ما بقدر، شلون بدي أقعد بهالبيت وهن هنيك؟ ما زبطت معي. قلت لحالي معناها بلا ما ضل هون بس بيجي كل شهر وباخذ الأجار منك. أنت عم تمزح ولا أنا ما فهمت عليك؟ يعني أنت بدك تاخذ مني أجار بيتي؟ شكلك فهمان الموضوع كله غلط، لأنه البيت بالأصل إلي مو إلك. بس إذا ما بدك تعطيني إياه بغير رأيي وباخذ الوصاية من المحكمة. ها شوف بدل، أنت ما بتعرفني أنا مجنون وبعملها. طيب ماشي، لكن ناولني أجار أول شهر. ما أنا كملاحظ أنك كتير زودتها، خليك عملي وانطور لأول الشهر على القليلة. خير، معناته أول الشهر بتلاقيني واقف لك على الباب. وهلأ اسمح لي، مبروك عليك بيتي الحلو، بس ليك لو ما بعزك ما كنت برضى أخذ منك غير أجار مقدام. قلبي ارتاح، كان مشغول بالي عليك كتير. عن جد؟ أكيد بتكوني سمعتي بالموضوع، يعني أكيد بيكون أحمد شرح لك. ولوقت ما تنحل هالقصة ما بقدر أجي على الدكان. لو حدك عم تفردي البضاعة؟ شو بدك فيهم حكمات؟ خلص اتركهم، مو وقتهم هلأ. قيمك منهم وتعال اقعد، تعال ارتاح يلا. ايه انت شو أخبارك؟ احكي لي. منيح الحمد لله، كل أموري منيحة. بس مزعوج لأنه ما عم أقدر أجي وساعدك. أنت ما فيكي على الشغل لوحدك، بس شو طالع بإيدي؟ ولا يهمك، أنت لو كنت هون ما بتقصر. محتاج شي أو ناقصك شي؟ لا لا ولا شي بنوب، كل شي موفر عندهم. بس هلأ مضطر أمشي لأنه بدي أشوف أحمد، بيكون هلأ خلص دوام، حروح وشوفه. يلا أنا بستأذن. إذنك معك. لحظة شوي حكمت، بس استنى دقيقة. خد هاي خليها معك، بجوز تلزمك. هاي إجرة ولا شو؟ لا هاي مني إلك. مو محتاجة، شكرا كتير، وانبسطت بشوفتك. يعني انت ما بدك تحكي لي من شو وشك صار فيه هيك؟ ما في شي مهم. يعني انت مع مين متخانق؟ خلصني قول بقى. شبك احمد، عم قلك مو مهم، خلاص موضوع تافه مانو مستاهل. جميل، اذا متورط بشي خبرني، نحن اخوة يا رجل، وشو ما بلزم انا حاضر. بعرف انت ما بتقصر، وشكرا على اهتمامك.
بس ما تاكلها، موضوع شخصي وصغير. ايه مثل ما بدك. ليك انت يا استبني، نط يلا بسرعة وجيب لي كاسة بيرة وتعال. ولا يوسف شو ما سمعتني؟ يا لئيم يوسف، انا من غير دفع عم برقص. مرتضى شوف شغيلك قليل الادب، ما عم يرد علينا، لا تكون انت هيك معلمه. ليك فكري، رح اسألك سؤال. مو مبارح انت كنت متأثر وقت كنا بالمحكمة؟ طب شو صار اليوم لحتى تغيرت؟ يا بني آدم، حياة بنتك مقلوبة فوقاني تحتاني، وكل شي عم يصير معها مهمك وما عم تفكر غير بأنينة البيرة. وغير هيك، في مين شافك عم تصرف راتبك بالمطاعم؟ مينو هذا اللي شافني؟ قول والله كله كذب وافتراء. حاجتك بقى إذا كل الرجال هون شافوك مبارح، ليش بس تخلص راتبك بتنط لعندي؟ ليش فهمني؟ لا مرتضى، ما تقلي بإنا غيرك. إيه ليش أنا مين إلي غيرك وغير قهوتك يا مرتضى؟ والله العظيم كله افتراء. ما بدك تبطل هالحركات؟ خلاصته أنا اليوم ما عندي، روح لعند صاحب المطعم وخليه هو يشربك كبيرة. فكري؟ لك ليش ما عم تشتغل؟ ليك صحتك منيحة ما شاء الله. شو بدي اشتغل؟ بعد هالعمر شو بدك يعني اشتغل أنا؟ وجع قلب ورواتب يا دوب تكفي حقك الغير اللي بدي حطهم دواء على صحتي بالآخر. أنت هلأ أحسن، بعدين بالشغل إذا تصاوبت بيعطوك تعويض محرز. شو بدك بهالحكي؟ هالقصص بتصير ببلاد برا، أنا أصلاً تصاوبت بالشغل القديم وما عطوني فرنك فوق المعاش. روح سجل اسمك بشي ورشة. كيف يعني؟ الشاب اللي بيشتغل عند جعفر ضرب ايده مبارح بالرافعة، قام دغري دفع له مبلغ محرز للزلمة غير التعويض الصحي وحق الأدوية. اوه والله بشرفها. ايه لك. الو تولاي، وينك انت؟ خفت عليك كتير، قلي لي شو قال لك الدكتور. ما في شي بينقال بنوم، انا هلا رجعت صرت بالبيت. تولاي انت منيحة؟ طيب ليك حبيبتي انا جاي فورا. ايه ما بيصير هيك يا جماعة. يوسف يلا على القهوة. موزة حكمة، انت شو عم تعمل هون؟ ليه ما خبرتني انك جاي؟ ما معك تليفون؟ ما ايه عم حاول اتواصل مع الناس بالتخاطر لانه ما معي تليفون. مشان هيك انا اجيت لهون، لاني حسيت بتواصلك معي. كيفك؟ منيحة، كيف ممكن كون؟ وانت شو اخبارك؟ كيف الوضع هونيك؟ الوضع بالدار منيح، رواء يعني، بس عم يضيق خلقي بالليل لانه ما في شي اعمله، وباقي الشغلات كلها منيحة على فكرة. كل شيء هنيك مريح. ايه فهمت. حكمت، لك من وين طلعت انت؟ اخي حبيبي. اخي لك انت انت طلعت. كيفك؟ شو اخبارك؟ انا منيح، انت كيفك؟ وانا منيحة. لك شو بكون؟ اللي بيشوفكم بيقول جاية زيارة لعندكم، انتو ليش هيك عم تعاملوني؟ شلون انت طلعت من هنيك؟ اوعك تكون هربت اخي. معقول يعني؟ شو مفكر نحن قاعدين بسجن؟ اخذت اذن واجيت. منيح. صبايا تعرفوا لازم اقعد مع اخي لانه محتاجه بموضوع مهم، يعني بدكم تعذرونا. تمام نرجع منشوفكم. باي باي. شايفه هاي العالم المزوقه؟ اف عن جد انك واحد غليظ. باي. شوفي شو بتساوي واعملي مثلها. يلا. لك اشتقت لك يا زلمه. على فكره اجيت بالوقت المناسب. انت شوفي اليوم الصبح بدر وجميل اتخانقوا بالحاره. معقول؟ ايه دبحوا بعضهم. وبعدين ما احكي لك على القصه لتنفلش. لو تعرف شو طلع بدر. طلع واحد حرامي. ايه حاجه مزح. والله هو هيك قال. يعني شغله السياره اللي صارت معنا. ايه تماما، طلع هو يلي سار السياره. لسه ما بتعرف شو الخبر القنبله. شو صار كمان؟ وترتني يا زلمه. بتعرف شو عمل جميل لما انقذنا؟ اللي شو عمل جميل؟ هو قال لبدر انه اذا ما طلعت من هالحاره رح فوت الاولاد على السجن. مستحيل مستحيل جميل يساوي هيك شغله. والله سواها، هاد الزلمة استغلنا عن جد. تعرف شو لازم نساوي؟ شو؟ خلينا نروح لعند بدر منشوفه ومنسأله، خليه يخبرنا القصة المزبوطة. اي منروح. يلا يلا. تولاي حبيبة قلبي، يا روحي مشان الله شو في داعي لهالدموع؟ نحن عارفانين انه ممكن يصير هيك، منجرب مرة تانية شو فيها؟ ونحن ليش لسه بدنا نجرب مرتضى؟ دكتور قال لي هالشي أكثر من 100 مرة، انه مستحيل يصير عنا أولاد أبدا.
أصلاً الزلمة تفاجأ فيني اليوم لما شافني بالمشفى. أنا أحرجت حالي مرة تانية. شو ترجاكي حبيبتي؟ لو سمحتي حاجة بك بقى. تمام؟ ومين اللي قالك أنا بدي أولاد؟ أنا مبسوط معك هيك. بس أنا بدي يصير عندي أولاد. كتير حابة إني صير أم. اهدي اهدي لو سمحتي حاجة بك. وحياتك رح نلاقي حل لهالموضوع. قولتك هاي سرقة ولا إله؟ إيش شو بيعرفني؟ بيكون سارقة. هالزلمة ما عاد تحذر عليه بنوم. معك حق. يلا. يا الله على هالشغلة. فينا نفوت لعندك؟ ايه تفضلوا. عدو. لا هيك منيح، ما اجينا لحتى نقعد. طيب عراحتكن. السيارة اللي برا مسروقة كمان؟ كمان هي سارقة؟ لا مو مسروقة، شغلة السرقة بطلتها من زمان وما عاد اشتغلت فيها ابدا. وآخر عملية ورطتنا نحن فيها. هذا اللي صار والله. يعني أنت حرامي سيارات؟ كيف هيك وأنت واحد غني؟ بس أنا ما عم بسرق مشاني، أنا مالي شي بنوب. أها، يعني عم تاخد من الغني وتعطي للفقير، روبن هود يعني. طيب انت ليش ضحكت علينا؟ نحن مو مشكلة، ليش هيك عملت بلميس؟